أهلا بكم في حلقة جديدة. الآن إلى مسابقتنا الأسبوعية التي ننظمها بالتعاون مع مجلة العربي، حيث نتلقى قصصكم القصيرة عبر البريد الإلكتروني، ويقوم أحد كتاب العالم العربي باختيار واحدة منها للفوز معنا كل أسبوع. وتقوم مجلة العربي بإرسال 100 دولار أمريكي كجائزة رمزية للفائز. قصة هذا الأسبوع بعنوان البونزاي والرجل العجوز لكاتبها سعود السعنوسي من الكويت، نستمع إليها بصوت لؤي إسماعيل. اشتريتها منذ سنوات. بونساي أو الشجرة القزمة كما يطلق عليها البعض، جاوز عمرها 70 كما هو مدون في الشهادة الصادرة في بلد المنشأ. طولها يتجاوز 50 سنتيمترا بقليل. أوراقها كثيفة وغنية وداكنة الخضرة بالرغم من مرور السنوات، وبالرغم من انحناء جذعها والنتوءات والأخاديد المحفورة في لحائها، فإنها لا تزال بصحة جيدة. لها هيبة هذه القزمة، كم أحبها. تصقت بها، أوليتها اهتماما غير عادي، فعلاوة على ريها وتشذيبها وتعريض أوراقها لأشعة الشمس بين الحين والآخر، أصبحت أخاطبها وأبوح لها بما يخالجني، أصارحها بكل ما يدور في رأسي، وكانت تستمع لي ولهمومي، ولكنها مع الأسف لم تجبني قط. كم بلدا طافت هذه البونساي، وكم ميناء عبرت، وفي كم مشتل استقرت قبل أن تحتل إحدى زوايا غرفتي. كم شخصا عاشرت، وكم حكاية سمعت، وكم سرا يختفي في الخطوط الغائرة في جذعها، وكم من حدث تاريخي يمتد إلى عمق جذورها خلال السنوات 70 التي عاشت. كنت أتمنى أن تنطق، كنت متلهفا لسماع حكاياتها ومعرفة أسرارها، ولكن لا لسان للبونساي. يحتاج الإنسان منا إلى أذن تصغي له، ولكني أخذت ما يزيد عن كفايتي من إصغائها، وأتعبني فضولي لما وراء صمتها. استمرت علاقتي مع الشجرة على هذا النحو، أسقيها الماء مرة في الأسبوع وأسقيها كل يوم ما أفيض به من حكايات وتساؤلات، ويبقى عطشي بحاجة لمن يبله بالكلمات، إلى أن التقيته. رجل في 70 يشبه الشجرة في كل شيء إلا صمتها. حجمه الصغير والخطوط التي حفرها الزمن على وجهه وشعره الكثيف وهالة الهيبة التي تحيطه، كل هذه التفاصيل جعلت منه صورة عن شجرة البونساي بأغصانها وفروعها والنتوءات والأخاديد على لحائها وأوراقها الكثيفة الغنية داكنة الخضرة بالرغم من مرور الزمن، بجذورها التي امتصت الماء من أراض مختلفة بالأزمان التي عاصرتها. أهملت شجرتي منذ تعرفت إليه، أصبحت لا أتكلم بقدر ما أستمع إلى كلماته. لكلماته صور وروائح وأصوات وصدى يسحرني حين يتكلم. أدب، علم، تاريخ، أديان، فلسفة، يطير بي إلى أزمان مختلفة، يعرفني على أشخاص كان قد عاصرهم، رحلوا منذ زمن تركوه ليبقى شاهدا على زمن. شخصيات كنت قد سمعت بها وقرأت عنها، يعيد لها الحياة، ينفخ فيها من روحه كلما ذكر أسماءها، لأجدها ماثلة أمامي حاملة معها أزمانا مضت، يتخذ وجهه ملامح مختلفة كلما تحدث عن زمن مختلف، ثم يعود إلى شبابه فجأة يتحدث بصوته القديم حينما أودع السجن في إحدى الدول بسبب آرائه السياسية، ثم تحتله ملامح طفل بنظرة حزينة وابتسامة مغتصبة إذا ما حكى عن طفولته البائسة، ولكنه لا يلبث طويلا حتى ينفجر ضاحكا ساردا موقفا طريفا كان هو بطله بشقاوة أيام المراهقة، ثم يلتزم الصمت فجأة وينظر إلى الفراغ كأنه يتهجى كلمات خفية. أنظر إلى الفراغ كما ينظر، ولكنني لا أفهم لغة الفراغ التي يقرأ. ثم يأتيني صوته يبث في نفسي الهدوء بعد لحظات صمت، يقرأ بصوت مسموع
ما خطه التاريخ على صفحات الذاكرة. سجل هذا الرجل لا أملك إلا أن أفقد النطق في حضرته. أعاد لي توازني، يصب في ما يبل أرضي العطشة إلى أن أمتلئ وأعود إلى غرفتي محملا بتلك الحكايات. أقرفص أمام شجرتي المهملة، أحكي لها ما سمعت، أذكرها بماضيها، تورق أغصانها بعد أن أهملتها وتنتشي. توحد الاثنان في ذاتي مع مرور الأيام، شجرة البونساي والرجل العجوز، واستحالا مخلوقا أسطوريا، نصفه شجرة ونصفه الآخر إنسان، حتى أصبحت لا أعرف هل أناديه بونساي أم أخاطبها باسمه. قصة البونزاي والرجل العجوز لكاتبها سعود السنعوسي من الكويت، القصة الفائزة معنا في مسابقة بي بي سي إكسترا الأسبوعية للقصة القصيرة. الكاتب الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل هو من اختار هذه القصة للفوز معنا هذا الأسبوع. لؤي إسماعيل اتصل به وسأله عن أسباب اختياره لهذه القصة. القصة كان فيها فكرة جديدة من ناحية، وبعدين فيها سلاسة في اللغة، اختزال لكن لم يخل بالمطلوب. يعني الفكرة هي بذاتها فيها نوع من الطرافة، أنه الراوي الضمني اللي هو اللي يتولى القص داخل النص يقتني شجرة معمرة، يتساءل عن يعني إلى أين انتقلت وعند كم شخص عاشرت على هالتعبيرة، وكل قراءاتي ما مرت عليه فكرة مثل هذه يعني في الروايات أو بالقصص اللي قرأتها، يعني اللي هو حل الشجرة بدل إنسان والإنسان يحل بدل الشجرة. يعني يكون أنا عندي شجرة ويصير بيني وبينها علاقة، أوكي هذا اعتيادي، وارد في النصوص وبالقصص يكون جزء من حياة الإنسان أيضا اعتيادي، لكن أن تتلبس شخصية آخر والآخر يتلبس شخصية والثالث اللي هو يصبح الراوي بالفعل. هذه الجدة في الموضوع يعني. إذن ترى السيد إسماعيل أنه الفكرة فيها الكثير من التجديد، وربما أسلوب معالجة الفكرة فيه تجديد. اللي نتحدث عن اللغة الآن، الأسلوب اللغوي للكاتب كيف تجده؟ كيف تحكم عليه لنقول؟ اللغة أولا يعني سلسة وسليمة أيضا نحويا يعني وأملائيا، وفيها تكثيف فيما يخص طبيعي، يعني ممكن قاص أو روائي ما يعني يتناول نفس الموضوع يسهم فيه عشرات الصفحات لأنه في مجال للحديث، لكنه الكاتب هنا في هذا النص اختزل دون أن يخل بالقصد اللي هو أراد أن يوصله. يعني ألم يكن مباشرا بعض الشيء؟ يعني لنأخذ السطر الأول مثلا، جاوز عمرها 70 كما هو مدون في الشهادة الصادرة في بلد المنشأ، طولها يتجاوز 50 سنتيمترا بقليل، أوراقها كثيفة وغنية وداكنة الخضرة بالرغم من مرور السنوات إلى آخره. يبدو وكأننا نتحدث بشكل مباشر، يعني وصف مباشر لشيء ما. لماذا؟ ما الذي يمنع أن يكون هناك وصف مباشر؟ لا، هو طبعا المنحة منحة القص الأسلوب، يعني ممكن أن يكون ذو طبيعة مباشرة لإيصال الفكرة، ممكن أن يكون شاعري، ممكن أن يكون تعبيري، ممكن أن يكون يعني فانتازي، فهو اختار هذا النوع من هذا الأسلوب لمعالجة هذه الفكرة. يعني فيها كثير من التناول في كثير من المنحة الكلاسيكي، لكنه أيضا ما يغيب عن بالنا يعني أنه ما بعد الحداثة الآن على المستوى العالم كله قاعد يعود للكلاسيكية بشكل آخر. طيب ما الذي لم يعجبك في النص؟ يعني إذا أردت أن توجه نصيحة للكاتب فما هي؟ أنا طبعا حسب رأيي يعني أنه الكتاب الشباب عندهم القدرة وعندهم الجرأة والمغامرة على خوض الجديد يعني أو القديم، بعكس الكتاب يعني المخضرمين ومن أمثالي يعني قد يبتعد عن التجريب أو عن التجديد مخافة من الوقوع في الخطأ أو في المغامرة غير المحسوبة، بس الكتاب الشباب على العكس من ذلك، وسعود واحد منهم يعني. المحكم والكاتب الروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل شرح للؤي إسماعيل سبب اختياره لقصة البونساي والرجل العجوز لتفوز معنا هذا الأسبوع في مسابقة القصة القصيرة.